السلام عليكم أخواني وأخواتي. اليوم إن شاء الله راح نوريكم طريقة رسم سيدة كرتونية. يعني إذا كنت حابة تكتبي قصة أو حابب تكتب قصة وتبغى ترسم يعني شخصيات كرتونية، فهذه طريقة سهلة لرسم سيدة كرتونية. إن شاء الله يكون الفيديو قد نال على إعجابكم. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت إذا عجبتكم الرسمة أو إذا عندكم أي تعليق وتبغوا منا أي تعديل. مع السلامة، نراكم على خير في رسمة أخرى.